can hide. زخم المظاهرات المناصرة لغزة نبضه لا يتوقف، تعلو الأصوات رغم محاولة إخفاتها وحتى طمسها. في كاليفورنيا وأمام شركة الشحن المعروفة ميرسك، جمع من المتظاهرين يطالبونها بوقف نقل وتوريد السلاح لإسرائيل. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بوقف الإبادة في غزة، وانتقدوا عالماً أصبحت فيه الإنسانية تحضر وكثيراً ما تغيب. أهلنا في غزة يقتلون في إبادة جماعية ممنهجة، ما هذا العالم الذي نعيش فيه؟ أنتم توفرون الغطاء والدعم لهذه المذابح. وفي تورنتو بكندا وأمام ميرسك أيضاً، تجمهر محتجون تناغماً مع كاليفورنيا، حاملين مطالب لا تختلف عن نظيرتها في الولايات المتحدة. ميرسك على مدى 8 أشهر ماضية سهلت عملية شحن ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. ميرسك قامت بشحن أسلحة بقيمة 300 مليون دولار إلى إسرائيل متواطئة في هذه الإبادة. حراك الطلاب في جامعة كاليفورنيا لا يهدأ رغم محاولة إخماده، قمع وتضييق واعتقال ومنع للطلبة في الجامعة من إقامة مخيم جديد، والتهم الموجهة للرافضين لسياسة الولايات المتحدة تجاه غزة، التعطيل المتعمد وإثارة الشغب والتخريب. شوارع نيويورك أيضاً شهدت تظاهرة تنديداً بالمجازر الإسرائيلية المستمرة، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية. الاحتجاجات على ما يحصل في غزة تزعج وبشكل متواصل صناع القرار الأمريكي، حتى في خطاباتهم الداخلية محتج يقاطع بايدن وينعته بالشريك المتواطئ في الإبادة. Main reason I'm here is safe. I mean, it's from the bottom of my heart.